أسألكم عن رجل إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمر أو نهي قال لبيك يا رسول الله، هل لهذا أصل وهل أثر عن أحد من السلف رضي الله عنهم أم هو من محدثات الأمور؟ جزاكم الله خيرا. ماذا سأل يقول لبيك يا رسول الله إذا سمع أمرا من الرسول أو نهي من الرسول؟ بمعنى أنني أبادر بطاعتك وامتثالك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقول لبيك هذا عبارة عن قوله سمعنا وأطعنا، لأن لبيك معناها الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، لما قال لمعاذ يا معاذ، قال معاذ لبيك يا رسول الله، ثم أعاد عليه فقال لبيك يا رسول الله فسعديه، وكرر عليه وكل مرة يقول لبيك يا رسول الله. دل هذا على أن هذا أمر جائز، لأن معناه الامتثال والمبادرة وإعلان السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.